السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة سنسونة سلوى. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة عاملة فيديو مجمع لثلاث طبخات أو ثلاث وصفات تنفع لإفطار رمضان، يعني هي صينية واحدة لكل العيلة، الكل هيحبها. أحلى حاجة اللي أنا استعملت فيها أنواع خضار مختلفة، لما تجربوها عرفوني واكتبوا لي اللي احنا جربنا الوصفة الأولى أو الوصفة الثانية أو الوصفة الثالثة. الثلاث وصفات أشهى من بعض، ويلا على طول نبدأ بأول وصفة هتكون معانا النهاردة اللي أنا هستعمل فيها نوع الخضار اللي احنا مش كلنا بنحبه. هعمل الأرنبيط أو الزهر جراتان كأني باكل ماك أند تشيز. من الخضروات المفيدة، مليان كالسيوم، فسفور، معادن، فيتامين، يعني فيتامينات ملهاش عدد، بجد من الحاجات الجميلة جدا. رأس الأرنبيط دي حوالي 800 جرام، أقل من كيلو شوية. كل اللي هعمله النهاردة اللي أنا عايزة أقطعها صغير، هخلي الزهرات بتاعتها كده زهرات صغيرة، وده مهم جدا في وصفة النهاردة. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ طبعا بعد ما هخلي الزهرات كده صغيرة هحطها في مصفى واغسلها، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. الأرنبيط من الحاجات اللي بيخلص الجسم من السموم، مفيد جدا للناس اللي عندها ضغط دم سواء عالي أو مرتفع، بيخلي نسبة السكر في الدم مستقرة، يعني من الحاجات المفيدة جدا. طيب أنا دلوقتي غسلتها خلاص وصفيتها من المية كويس، وهروح في طاسة أو أي حلة فاضية تماما، وهبتدي أحط زهرات الأرنبيط الصغنونة دي على النار. هحطها على النار واديها كده تقليبة واغطيها، عشان عايزاها تاخد يعني تشويحة كده منها لنفسها من غير إضافة أي دهون. هغطي عليها بعد 3 دقايق كده، تعالوا نشوفها تاني. هنبتدي نقلب فيها عشان كلها تاخد لون كده زي ما هنشوف كمان شوية. كل اللي هحطه عليها دلوقتي في المرحلة دي رشة بسيطة جدا من الفلفل الأسود. لسه النكهات جاية دلوقتي، وحطيت كمان حوالي معلقة صغيرة من الكمون الصحيح، يبقى حطيت فلفل أسود وكمون صحيح فقط لا غير. هغطي عليها تاني بعد حوالي 10 دقايق كده على نار قليلة. هتبتدي تاخد لون كده بني خفيف قوي، شايفينه في الكاميرا بالشكل ده. هي كده خدت السوا بتاعها تقريبا يعني 70%. هنحطها في طبق، وفي نفس الحلة هنكمل بقية الحاجات. شايفين شكلها رائع جدا، وريحتها مع الكمون جميلة جدا. هجيب بصلة صغيرة، برضو الطاسة عندي ما فيهاش اي مادة دهنية ولا حاجة، لسه هنعوض شوية بعد شوية. وهجيب فصين من الثوم مهروسين، ونبتدي نشوح. انا عندي هنا للحشو النهارده هنستعمل مشروم فريش، فعندي حوالي 200 جرام، تعرفين العلبة اللي هي او الطبق اللي هو بتاع المشروم ده تقريبا 200 جرام. هقطعه كده شرايح، وابتدي اشوح المشروم مع البصل والثوم. كل اللي هحطه دلوقتي فلفل اسود فقط، مش هنحط ملح في المرحلة دي. تعالوا نقلب كده لحد ما يتشوح المشروم ويستوي كويس، مش هياخد وقت، يعني حوالي 5 دقايق كده. شايفين هو المشروم لوحده جاب شوية سوائل كده، هنخليها، عايزين كل السوائل النهاردة. شايفين كده انا خلاص كده شايفة ان هو كده خلاص مناسب، برضو هنحطه في طبق. وتعالوا نعمل الصوص الابيض الجميل جدا. طيب في نفس الحلة من غير اضافة اي حاجة، هنستعمل مكونات شوية مختلفة عن المعتادين عليه. هنستعمل نص كوباية من المية ونص كوباية من الكريمة، الكريمة اللي هي بتاعة الطبخ، أو لو ما عنديش كريمة ممكن أستعمل قشطة. القشطة من الحاجات الجميلة جدا واللذيذة والصحية، والسعرات اللي فيها على فكرة مش كتير، مظلومة، يعني حوالي 260 سعر على العلبة كلها. فأنا دلوقتي عندي هنا النهاردة كريمة، فحط نص كوباية من الكريمة اللي هي فيها حوالي 260 سعر. وعندي كمان جبنة شيدر كده، مهم جدا اللي احنا نقرأ عليها المكونات بتاعتها ونشوف فيها قد ايه كربوهيدرات لو احنا بنهتم بصحتنا. انا عندي هنا ال 100 جرام فيهم حوالي 2 جرام من الكرب، وانا هستعمل النهاردة للوصفة كلها 100 جرام. 100 جرام دي يعني كام قطعة؟ 5 قطع. دلوقتي هحط قطعتين، ادي واحدة، نقدر نستعمل جبنة شيدر او اي جبنة براحتنا. عندي هنا شوية بقى نكهات رائعة بجد، بتعمل طعم رائع. شوية من الريحان المجفف، عارفين احنا اوراق الريحان كده بتتباع جاهزة مجففة، او حتى ممكن نعملها في البيت.
فانا حطيت شويه صغيرين من الريحان المجفف، واحط ملح وفلفل وشويه من البصل البودر مش كتير، وكمان هحط الزعتر وهحط روزماري اللي هو اكليل الجبل. شايفين النكهات الجميله دي؟ ما نكترش برضو الملح على حسب نوعيه الجبنه عندنا. وخلاص كده هو ده الصوص الابيض. ايوه يا سلوى هو ده. هنديله تقلبتين كده لحد ما يبتدي، ما نسيبهوش يغلي، يعني يا دوب كده هيغلي نقوم مطفين على طول. نستنى عليه شويه، هنشم ريحه جميله جدا. طيب احنا الوصفه كلها ما استعملناش فيها زيوت مهدرجه ولا استعملنا فيها حاجات مش صحيه، كل المكونات اللي فيها صحيه 100% ومهمه جدا جدا لجسمنا، دهون مفيده. طيب ده الطبق اللي انا هغبس فيه النهارده. عايزه حته صغيره من الزبده، ونستعمل نوع زبده برضو كويس، حته صغيره عشان بس مفيش حاجه تلزق معايا. هوزع حته الزبده دي كويس، وبعدين هبتدي احط القرنبيط اللي احنا عملناه في الاول تشويحه من غير اي حاجه بالفلفل الاسود والكمون. هنحط نص الكميه تقريبا كده، وبعدين هنبتدي نحط الحشوه الجميله جدا اللي هي كانت عباره عن مشروم وبصل وثوم وفلفل اسود فقط. احنا شايفين احنا يعني الملح قليل، طبعا الملح على حسب ما احنا عايزين، ممكن نكتر شويه او نحط على الوش شويه ملح لو احنا حاسين الملح ده قليل، ونستعمل احسن حاجه ملح الهيمالايا. تعالوا نحط بقيه القرنبيط اللي احنا شوحناه ده ونفرده كويس كده على الصينيه. وخلاص كده اخر خطوه معايا هحط الصوص الابيض الجميل ده. بس ناخد بقى كل حاجه. شايفين الصوص عامل ازاي؟ طيب انا لسه هدخلها الفرن تاني، فهتستوي تاني في الفرن. كل الحاجات دي يعني عارفين كده بقى هتاخد وتدي مع بعضها، والريحه تجنن والطعم يجنن، اكنك بالظبط بتاكلي ماك اند تشيز. طيب دلوقتي هحط بقيه الجبنه الشيدر اللي احنا اتفقنا عليها. جبنه الشيدر ديت اللي انا استعملتها في الوصفه كلها 100 جرام، الشريحه اللي انا بحطها دي 20 جرام من الجبنه، وهزود كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا مش كتير، حوالي 20 جرام من الجبنة الموتزاريلا، يعني ميكس حلو. عارفين احنا عارفين الجبن دي لما بتخش الفرن بتعمل ايه. دخلت الفرن، شغلت من تحت فقط وحطيتها على الرف الاوسط حوالي 20 دقيقة. بعد كده فتحت عليها الشواية لحد ما خدت اللون الرائع والريحة تجنن وعايزة تتاكل دلوقتي حالا، والشوكة تنزل فيها وتخلص كلها. ومتأكدة ان الصينية دي هتكفي 5 افراد هيقوموا بجد مخلصينها على الاخر. دلوقتي كل المقادير مكتوبة على الشاشة، لو عايزة تعشقي القرنبيط او الزهرة وتحبيه جدا جربي الوصفة الجميلة جدا دي، وما تنسيش تدعيلي وتحطي لايك للفيديو واكتبي تعليق حلو تحت. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم. وانا على طول بقول لهم دي فطيرة الشاورما، احلى حاجة ممكن نعملها لو عندنا عزومة وعايزين نعمل صنف صحي بيكون حلو جدا. هنستعمل النهارده الشوفان علشان تكون صحيه. انا بوريكم دلوقتي ان احنا ممكن نطحن الشوفان في الخلاط، وبنحصل كده على دقيق الشوفان اللي هو بيكون ناعم جدا. هنجيب كوبايه من الميه الدافيه وعليها معلقه صغيره من الخميره الفوريه. وصفه النهارده مش هحتاج ان انا انشط الخميره احط عسل او سكر، مش هنحط اي حاجه غير الميه والخميره والشوفان. تعالوا نحط كوبايتين الا ربع من الشوفان، وانا هزود ربع كوبايه بس بعد شويه، خلينا نحطهم على جنب. واحط ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من زيت الزيتون، ونبتدي نقلب. بعد ما نقلب شويه هنلاقي الخليط بتاعنا الى حد ما سميك ولكن مش متماسك، فاحنا هنسيبه شويه يخمر حوالي نص ساعه. في الوقت ده بما اننا هنعمل شاورما ممكن ان احنا نجهزها ونتبلها، لان طبعا احنا عارفين طول ما احنا بنسيب الشاورما في التلاجة كل ما بتاخد طعم احلى بكتير. شايفين الخليط بقى عامل ازاي؟ خليط الفطيرة الجميلة دي. تعالوا بقى نغطيه ونسيبه نص ساعة. تعالوا بقى بعد نص ساعة على طول نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. احنا صحيح ما حطيناش اي حاجة تنشط الخميرة، ولكن زي ما احنا شايفين ان الخليط بقى يعني خمران كويس جدا. فاكرين الربع كوباية بتاعت الشوفان المطحون اللي احنا سبناها على جنب؟ تعالوا نحطها بالتدريج، وهبتدي بقى كده ايه ألم بإيديا. الموضوع من غير عجن، يعني هو بس اللي احنا بنلمها كده بإيدينا. وطبعا الشوفان عامة
بيمتص السوائل، فكل ما بنسيبه كل ما العجينة دي بتمسك نفسها أكتر. أنا عصت للوصفة كلها 2 كوباية من الشوفان على 1 كوباية المية، ولكن لما هاجي هفرد الفطيرة بعد شوية هحتاج حوالي كمان 1/4 كوباية من الشوفان. أنا كده حطيت 2 كوباية بالظبط. تعالوا بقى نقلب ونشوف العجينة الجميلة دي هتبقى عاملة ازاي. طيب هي كده تمام خلاص، تقدر ان احنا نلمها. هنبتدي بقى على سطح العمل بتاعنا او على الرخامة نحط شوية من الشوفان اللي هما 1/4 كوباية اللي احنا قلنا عليها فوق 2 كوبايتين، هما دول هيساعدوني على الفرد. بصوا العجينة عاملة ازاي، رائعة جدا. مجرد ما بنمسكها ما بين ايدينا نقدر نكورها. تعالوا نعمل حوالي 6 قطع او 7 قطع. نجيب زيت الزيتون ونجيب بقية 1/4 كوباية بتاعة الشوفان المطحون. وانا جبت هنا عندي كيس تلاجة، كيس التلاجة ده هيسهل عليا بشكل. هحط حتة من العجينة واقفل كده عليها كيس التلاجة، ومجرد ان انا ايه بحاول انا افردها على قد ما اقدر. بصوا كيس التلاجة بيسهل عليا ازاي من غير اي تعب خالص، ودي اول واحدة. بعد ما نفردها شوية نبتدي نحط عليها زيت زيتون كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين، وبعدين نحط عليها شوية من الشوفان المطحون اللي احنا قلنا هنستعين بيه واحنا بنعمل وصفة النهاردة. بعد كده هنجيب كرة تانية من الكرات اللي احنا شكلناها وعملناها على شكل الكور كده، ونبتدي نقفل تاني كيس التلاجة ونبتدي نفرد على قد ما نقدر نفرد. وتعالوا نعمل نفس الكلام، شوية من زيت الزيتون كده بالفرشة وشوية من الشوفان المطحون. ونحط واحدة تانية من الكور الجميلة اللي احنا كنا مكورينها. وحطيتهم فوق بعض بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا. كل مرة بحط شوية من زيت الزيتون بالفرشة وشوية من الشوفان المطحون. تعالوا نجيب كيس تلاجة تاني أكبر شوية ونحط كيس تلاجة تاني فوق، ونبتدي نفرد على قد ما نقدر رفيع، لأن أنا عايزة أعملها في صينية كبيرة، صينية مقاس 34، حاجة تكفي عيلة أو عزومة بجد جميلة جدا. أنا كده فردتها خلاص، جبت الصينية اللي أنا هحط فيها حطيت فيها 2 معلقة من زيت الزيتون وحبة صغيرين من الشوفان وابتدي افردهم. وبس كده احنا كده خلصنا. هنجيب بقى العجينة اللي احنا فردناها على الكيس ونحطها على الصينية اللي احنا دهناها، ونبتدي نفردها كده بالشكل ده. لو في حاجة اتقطعت حاجة بسيطة كده نبتدي نلمها. العجينة دي بتكون ريحتها حلوة جدا وبتطلع جميلة جدا ومش مكتومة. دلوقتي انا هحضر الشاورما. هجيب 1/2 كوباية من المية اللي هي المصل بتاع الزبادي، وعليها 2 معلقة كبيرة من الخل وملح وفلفل و7 بهارات وكزبرة وبابريكا، وكمان احط 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون لاني هستعمل صدور الدجاج فمش عايزاها تكون ناشفة، وكمان 2 معلقة كبيرة من دبس الرمان. بسيطة جدا، وزي ما قلنا اللي احنا ممكن نجهز التتبيلة دي قبلها بشوية ونسيبها في التلاجة، كل ما بتقعد كل ما بتطرى وكل ما بتبقى الطعم بيكون اجمل. احلى طريقة لتسوية الشاورما اللي احنا بنسويها في 2 معلقة صغيرة من السمنة، السمنة البلدي طبعا بتكون ريحة الشاورما في منتهى الجمال. فأنا هجيب أي طاسة تيفال ونحط فيها 2 معلقة صغيرة من السمنة ونسيبها تسخن شوية، ونبتدي نحط فيها صدور الدجاج اللي احنا تبلناها. وأنا دلوقتي كاتبة لكم مقادير شاورمة الدجاج. مصل الزبادي ده ازاي بنحصل عليه؟ لما عملت معاكم اللبنة بعد ما حطينا الزبادي في الشاش بينزل كده منه المية بعد ما بتحط في التلاجة حوالي 3 أيام عشان يتحول للبنة. المصل ده قلت لكم اوعوا ترموه، بيبقى ممتاز جدا في تطرية اللحوم عامة، فانا النهاردة استعملته في الشاورما. انا مش عايزة اتك عليها في التسوية جدا يعني، فيكفي ان هي تاخد لون خفيف من الجنبين. هجهز بقى الطحينة اللي هتعمل طعم رائع جدا، وكمان هقطع بصل وفلفل الوان وبصل اخضر وكمان طماطم وفلفل، وهحطهم في نفس المكان اللي كان موجود فيه الطاسة اللي هي فيها الدجاج اللي احنا شويناه.
عشان ياخد كل الخلاصة كمان اللي نزلت من الدجاج. والدجاج ده انا هقطعه على العجينة اللي احنا عملناها او الفطيرة اللي احنا عملناها، هحط حوالي 3 معالق كبيرة من الطحينة او الهردة او الراشي، وابتدي انزل عليها الخضار اللي احنا حطيناه مكان الدجاج، ما خدش حاجة على النار يعني، على نفس الطاسة، مجرد كده تقليبة بسيطة من غير اي نار ولا حاجة. وقطعت الدجاج بالشكل ده، هتخش الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة هتلاقيها كده من على الأطراف زي ما احنا شايفين ابتدت تسيب شوية من على الأطراف، فنعرف إن هي استوت. مش قادرة أقول لكم قد إيه محتاجة بقى إيه شوية خضرة، سواء كان بقدونس أو كزبرة خضراء. ودلوقتي بعد ما بردت شوية هبتدي أقلبها على الناحية التانية عشان أوريها لكم من تحت. بصوا عاملة إزاي، رائعة جدا وريحتها قلب البيت كله. لما نيجي نقدمها ممكن نقدم معاها من فوق كده، نحط خطوط من الطحينة، بتعمل طعم جميل جدا. بس هي كمان كده مش محتاجة حاجة، بجد أحلى وجبة ممكن تعملوها لضيوفكم أو لو ليكوا العيلة كلها، كل العيلة هتحبها، وخصوصا لو هم أصلا بيحبوا الشاورما. نص كيلو من الكوسة ونص كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي ربع كيلو من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر وبصلة، يعني تقريبا كده نص فلفلاية حمراء ونص فلفلاية خضراء ونص بصلاية تكون كبيرة، تقريبا بيكون ربع كيلو. هنجيب محضر الطعام ونبتدي أول حاجة نفرم فيها البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. ولا أسهل من كده، بتمنى تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا تعليق تحت تشجعوا المحتوى الهادف اللي فعلا هيساعد ان شاء الله ناس كتير ان هي تستمر في الاكل الصحي وحياتها تتغير، صحتها تتغير. اكلة النهاردة مش قادرة اقول لكم قد ايه جميلة، ونفسي تجربوها، نفسي انا تجربوها يعني قبل رمضان، علشان هتعتمدوها في رمضان وحتى في العزايم لما تعزموا ناس عليها مش هيصدقوا الطعم الجميل ده. طيب انا رحت في حلة فاضية تماما ما فيهاش ولا نقطة دهون، لأني هكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة كانت لحمة كندوز، بس كانت شوية فيها دهن يعني مش حمرا خالص، فعشان كده مش ناوية ان انا احط دهون النهاردة الا حاجة بسيطة اوي هتشوفوها معايا. هبتدي اقلب البصلة والفلفل لحد ما الريحة تبان كده ويبتدي يدبل شوية. وفي الوقت ده رحت كمان الكوسة، رحت قطعتها في نفس محضرة الطعام. هنقلل جدا المواعين وهتشوفوا مع بعض ازاي كده بالطريقة اللي احنا هنسوي بيها الاكل هتكون المواعين هتكون قليلة جدا. فرمت الكوسة وخلاص كده، البصلة والفلفل خدوا كده تشويحة ودبلوا شوية. نبتدي نحط عليهم الكوسة اللي احنا فرمناها في محضرة الطعام. ولا اسهل من كده، انتوا مش متخيلين انا بعمل طعم عامل ازاي دلوقتي، ولسه بقى عاملة لكم شوية بهارات، بجد حاجة تفتح النفس. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي زي ما هي. عايزه اقول لكم الحقيقه ان انا كنت بصور الوصفه دي ومش عارفه هتطلع حلوه ولا لا، كنت اول مره اعملها، فقلت خلاص يعني انا هعملها ولو طلعت حلوه زيع يعني مفيش مشكله، ولو طلعت وحشه خلاص مفيش مشكله. طيب تعالوا بقى اقول لكم على البهارات الجميله. عارفين ده ايه؟ الناس اللي متابعاني عارفه ان انا عملت على القناه شويه خضار مجفف، منهم كان البقدونس، فده بقدونس مجفف كنت عاملاه رمضان وعماله استهلك منه، وربنا يستر بقى شكله هيخلص كده قبل رمضان. عندي فلفل اسود، بابريكا، وكمان بصل بودر، وعندي قرفه، وعندي السبع بهارات وكزبره ناشفه والملح. شايفين كده البهارات دي على بعضها، هحطها في طبق علشان اقلبها، وابتدي اقسم نصها هحطها على اللحمه والنص التاني على الخليط بتاع الكوسه والفلفل والبصل اللي احنا حطيناه على النار. اوعى ننساه، نسيبه بس كده يبتدي ايه يدبل شويه. البقدونس المجفف ده مجرد اللي انا بفركه كده ما بين ايديا وبيتحول معايا احلى بقدونس مجفف ممكن تعمليه بنفسك. والناس اللي ما شافتش الفيديو هسيب لكم ان شاء الله الفيديو يبان فوق دلوقتي اعلى الشاشه لتجفيف الخضار او الاحتفاظ بالخضره اطول وقت ممكن. تعالوا نحط شويه على البصل والفلفل اللي احنا شوحناه، والباقي ده نسيبه للايه للحمه المفرومه. الريحه بقى دلوقتي حلوه جدا، بس لازم ان انا اسيب البصل والفلفل ده يبرد، عشان كده انا بدات بيه
عايزاه يبرد، تعالوا نجهز اللحمة المفرومة على نص كيلو لحمة مفرومة، هحط نص كمية البهارات اللي احنا جهزناها وعليها نص معلقة صغيرة فقط من البيكنج باودر. ايه يا سلوى لازمة البيكنج باودر في الوصفة النهاردة؟ هيعمل تماسك لطبقة اللحمة وهيكون حلو جدا، بس مش هتنفع بقى التقليبة اللي انا بقلبها دي، عايزة ايه عجنة حلوة كده بايديكي هتلاقيها ناعمة وجميلة جدا. فانا هشيل بقى الاسباتولا دي، خش لها كده، شايفين كده بقت ناعمة ازاي؟ ناعمة وجميلة. خلاص تعالوا بقى نعمل الطبقة التالتة، سهلة جدا. ده عبارة عن ايه؟ دي الشعير، من الحاجات الجميلة اللي انا فعلا فعلا بقالي فترة ماشية عليه سواء في الحلو او في المالح، فعلا حاسة بنشاط وحاسة بسعادة وحاسة ان انا شبعانة اكتر. وده عبارة عن ايه؟ مصل الزبادي. يعني ايه مصل الزبادي؟ احنا عملنا مع بعض اللبنة ونزل من الزبادي ده مية، هي المية دي انا بحتفظ بيها وبعمل بيها معجنات بتكون حلوة جدا. بديل مصل الزبادي معلقة واحدة صغيرة من الزبادي، وكملي بقية الكوباية مية. حطيت الملح وحطيت حبة البركة لاني بحب طعمها جدا، مفيش مواد رافعة، مفيش هنا مواد رافعة ولا حاجة. طيب هنبتدي نحط كوباية مليانة من المصل بتاع الزبادي والبيضة، ناقص بقى ايه؟ معلقة كده كبيرة من زيت الزيتون، ودي هتكون احنا محطناش بقى دهون خالص، اكتفينا بالدهون بتاعة اللحمة، هي دي يمكن الدهون الوحيدة اللي موجودة في الوصفة. وهنقلب، هنلاقي الخليط عامل كده زي خليط الكيك شوية، أخف شوية من خليط الكيك، يعني خليط خفيف كده. طيب احنا كده في ثواني جهزنا 3 طبقات في منتهى الجمال، مش متخيلين الطعم. ادي اللحمة المفرومة، وخلاص الخليط اللي هو كان في الكوسة ده خلاص برد. جبت صينية تقريبا مقاس 30 في 40 تقريبا، يفضل ان هي تكون سمكها اعلى شوية من السمك ده، عشان ايه لما اجي احطها في الفرن ما تبتديش تفور وتبوظ حاجة. هنبتدي نحط اللحمة المفرومة، وشايفين بقى ناعمة ازاي؟ سهلة جدا ان هي تتفرد طبقة جميلة جدا، شايفين؟ نحاول شوية من على الاطراف، نعلي شوية من على الاطراف. طيب ادي اول طبقة. الطبقة التانية خلاص بردت، اللي هي كانت كوسة وبصل وفلفل وتوابل. التوابل مهمة جدا، تعمل فرق فعلا في الطعم. متخيلين اللي احنا بناكل كمية خضار عاملة ازاي؟ مع طبعا اللحمة ومع النشويات المفيدة، فاحنا كده يبقى طبق متكامل، طبق ما شاء الله بجد، يعني كله صحة وكله طعم وكله جمال وكله سعادة، لما تجربوه بجد هتعشقوه. طيب ادي الخليط التالت، اللي هو كان عبارة عن ايه؟ كان دي الشعير مع المصل بتاع الزبادي، وقلنا المية بتاعت الزبادي دي البديل بتاعها، والبيضة والملح وحبة البركة وزيت الزيتون. نبتدي ننزله كله كده، وبرضو نروح نفرده. طيب انا ممكن في المرحلة دي اروح اسخن الفرن يسخن شوية قبل ما ايه ما اجهز بقية الحاجات البسيطة اللي ناقصة، حاجة سهلة جدا خلاص هي اللي ناقصة. نشغل الفرن على درجة حرارة 180، هيخشوا على الرف اللي هو العادي خالص رف الشبك، ومشغلين الفرن من تحت. فردنا الطبقة الأخيرة دي، عارفين بقى كده يعني مش تبقي محتاجة حاجة، يعني انت مش محتاجة أي حاجة مع الأكلة دي، تاخدي قطعة منها في منتهى الجمال، بجد حاجة جميلة جدا جدا، مش قادرة أقول لكم قد إيه. تعالوا بقى ندلع الطبق ده، حاجة إضافة بسيطة يعني، بس عشان أنا إيه لما بحطها دايما الولاد بيبقوا عايزين ياكلوا منه، فأنا عارفة إن هما بيحبوا الحاجات اللي على شكلها كده من فوق جبنة موتزاريلا، فهحط شوية من الجبنة الموتزاريلا ما يجوش 20 جرام يعني، وشوية من البقدونس المجفف اللي أنا فرحانة بيه وعمالة أحطه في كل حتة، رهيب بجد، بيعمل طعم وشكل في منتهى الجمال. أدي كده خلصت، تعالوا بقى ندخله على الفرن زي ما قلنا. شايفين بقى شكلها في الفرن ده؟ تقريبا بعد 25 دقيقة أنا مش محتاجة أفتح عليها الشواية، ده هي عمالة تبقبق أهي وتقول بقى خلاص كده، مش قادرة أقول لكم ريحة البيت عاملة ازاي دلوقتي، انا نفسي اصور الريحه والطعم. شايفين بقى المقادير عامله ازاي؟ مقادير بسيطه جدا، وبجد هتعشقوا الكوسه واللحمه المفرومه من اول مره، يعني اول مره هتجربي فيها الوصفه دي هتفضلي تعمليها على طول، وتعمليها وتطمني ان انتي مش لوحدك هتاكلي منها، كل البيت هيبقى عايز ياكل منها.
قطعنا حتة. شايفين بقى كمان الصوص اللي تحت ده؟ ممكن ناخد منه كده بالفرشة وندهن من فوق العجينة كده من فوق، تديها لمعة حلوة. ولو احترتوا بعد ما شفتوا الثلاث وصفات الجمال جدا، جربوهم كلهم بجد من الحاجات الجميلة. أتمنى إن شاء الله الفيديو المجمع النهاردة يكون عجبكم وعجبتكم الوصفة الأولى والوصفة الثانية والوصفة الثالثة، وأشوفكم على خير إن شاء الله فيديو تاني، ومع السلامة.